حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك أيها الأحبة، هذا ما يدعونا للتساؤل: لماذا التركيز على الرجل في الأوامر؟ لماذا النبي يخاطب الرجل ويقول استوصوا بالنساء خيرا، والقرآن يقول وعاشرهن بالمعروف؟ حتى لو كرهت هذه المرأة يقول لك قد تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه العبارة لم ترد إلا مرتين في القرآن أيها الأحبة كما تعلمون. الخير الكثير ورد مرتين، أو عبارة خيرا كثيرا تكررت في القرآن مرتين فقط، مرة مع النساء ومرة مع الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظروا، الحكمة استخدم معها الخير الكثير، والنساء استخدم مع هذه العبارة الخير الكثير أيضا. إذن هذا يدعونا للقول إن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الرجل. ولكن كيف ذلك؟ يعني كيف نحمل المسؤولية للرجل؟ سأقول لكم أيها الأحبة. من الناحية العلمية درس العلماء مؤخرا دماغ الرجل ودماغ المرأة، ودرسوا قلب الرجل وقلب المرأة، ودرسوا ردود أفعال الرجل وردود أفعال المرأة، ودرسوا سلوك الرجل وسلوك المرأة إلى آخره. ماذا وجدوا؟ وجدوا اختلافا كاملا بينهما. دماغ المرأة ينقص عن دماغ الرجل من 10 إلى 20% بالحجم وبعدد الخلايا. فإذا علمنا أن دماغ الرجل يحوي مثلا 100 مليار خلية، فدماغ المرأة يحوي مثلا 80 مليار خلية، هناك 20 مليار خلية نقص، هناك نقص إذن في حجم الدماغ. وهناك أيضا نقص في إمكانيات القلب، فقلب الرجل أكبر وأكثر يعني قدرة على تحمل الضغوط الجسدية أكثر من قلب المرأة. قلب المرأة أكثر قدرة على تحمل الحزن والألم. لماذا؟ لأن المرأة تتعرض لآلام الولادة، تتعرض لاكتئاب ما بعد الولادة، تتعرض لضغوط نفسية هائلة بسبب العبء عليها من تربية الأولاد والأعمال المنزل وغير ذلك. فجعل الله قلبها يتحمل كمية من الحزن أضعاف ما يتحمله الرجل. إذن أيها الأحبة، هذا الاختلاف التشريحي بين الرجل والمرأة والاختلاف النفسي بين الرجل والمرأة ينبغي عليك أيها الرجل أن تفهمه. إذا فهمته ستحصل على السعادة الزوجية بكل بساطة. لماذا؟ سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. عندما قام العلماء باختبارات اختبروا رد فعل الرجل على عمل ما، مثلا مشهد مخيف عرض أمام الرجل، الرجل مباشرة تنبهت وتنشطت في دماغه منطقة تتعلق بالاستعداد للقتال، لأنه منظر مرعب. هناك هرمونات يتم إفرازها في الجسد، تزداد نسبة السكر في الدم إلى آخره، يتهيأ هذا الرجل للدفاع عن نفسه أو للقتال أو كذا. فهناك منطقة محددة في الدماغ مسؤولة عن هذا الموضوع تنشط. عرضوا نفس المشهد أمام المرأة، فالمرأة هنا نشط في دماغها منطقة أخرى ليس لها علاقة بهذه المنطقة، وحدثت عمليات فيزيولوجية في دماغها وفي يعني جسدها
لا تتعلق بالعنف أو بالدفاع أو كذا، العمليات تتعلق بعمليات من النوع العاطفي، كانت تريد مواساة، تريد أن تكلم الناس عما شاهدته، يعني كان همها الأول أن تحدث الناس عما تشاهده، أو أن تستغيث بمن هو أقوى منها ليساعدها أو كذا. إذن لدينا تركيبة مختلفة تماما. حتى المواقف المضحكة، الرجل كان هناك منطقة في دماغه تنشط على موقف كوميدي أو مضحك، المرأة هناك منطقة أخرى تنشط مختلفة. فحتى عملية التذكر، الرجل عندما يتذكر الأشياء يتذكرها بشكل مستقل، يعني إذا قسمنا الدماغ نصفين أيمن وأيسر، هو يستخدم أحد هذين النصفين للتذكر، المرأة تستخدم النصفين معا هكذا، فتستخدم عاطفتها أثناء التذكر. فعندما تريد أن تتذكر حدث ما، تربط هذا الحدث بشعورها العاطفي تجاه هذا الشخص، وتتذكر المعلومة حسب أحاسيسها ومشاعرها، على عكس الرجل الذي يستطيع دماغه أن يفصل بين العاطفة وبين عملية التذكر. المهم أيها الأحبة، هذه مقدمة لكي أقول لكم إنك عندما تفهم كيف يعمل دماغ المرأة ستحل 99% من مشاكلك الزوجية، وهنا تبدأ السعادة. لأنه ما الذي يذهب السعادة؟ ما الذي ينغص عليك حياتك؟ المشاكل التي تحدث كل يوم وعدم التفاهم بين الطرفين. فأنت تريد أن تفعل هذا الأمر، هذا الأمر مهم بالنسبة لك ولكن بالنسبة لها غير مهم. هكذا خلقها الله، هكذا تصميم دماغها. لأن دماغ المرأة وقلب المرأة لو كان مثل دماغ الرجل لاستحالت الحياة بينهما. يعني تخيل نفسك أنك أنت رجل وتعيش مع رجل مثلك، لا تستطيع أن تستمر الحياة. بينما خلق الله الأنثى عكس الرجل تماما، وبالتالي فيعني كما يقال السالب والموجب يكملان بعضهما. الآن أيها الأحبة، أنا كرجل إذا استطعت أن أفهم كيف تفكر هذه المرأة، اهتمامات هذه المرأة، ما هو مستوى أهمية هذا الأمر بالنسبة للمرأة، أنا كثير من الأشياء ربما أراها تافهة ولكن بالنسبة للمرأة مهمة جدا، وهذا ليس ذنبها أيها الأحبة. دماغها صمم بهذه الطريقة، هي لا يعني هي تسير وتسلك سلوكا حسب التصميم الذي صممها الله، أعطاها الله هذا التصميم. فالخالق عز وجل أعلم بنا وأعلم بما يصلحنا، أعطى المرأة إمكانيات للإثارة والإغراء والفتنة، وهذا ضروري لاستمرار الحياة الزوجية. وإلا ما الذي يجذب الذكر نحو الأنثى طبيعيا؟ يجب أن يكون في الأنثى أشياء تجذب هذا الرجل، وبالتالي تستمر الحياة ويستمر النسل. هذه حكمة إلهية عظيمة. فأنت أيها الرجل عندما زوجتك تريد شيئا ما وأنت ترى أن هذا الشيء تافه، أو تريد أن تفعل أو يعني تشتري شيئا ما، تحضر شيئا ما، الأمثلة كثيرة كلنا يعرفها، يعني هي ترى هذا الشيء مهم جدا بالنسبة لها. عندما تتصور هذا الموقف سوف يزول هذا التشنج، تزول هذه المشاكل. وإذا صبرت فاصبر ابتغاء وجه الله، وإذا قدمت تنازلات قدمها لأن الله أمرك بذلك. ماذا قال؟ فإن كرهتموهن، حتى وأنت تكره هذه الزوجة يجب أن تحسن إليها. فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.